فرحة الأم بالمولود الجديد مفيش زيها، والتوأم بيخلي الفرحة فرحتين، والحب بقى حبين، وطبعاً المسؤولية مسؤوليتين. وعشان هما مش شخص واحد لازم نفضل فاكرين إنهم اتنين، يعني مش لازم تلبسيهم هدوم شبه بعض. اختاري لكل واحد فيهم لبس شكله مختلف عن التاني، ولما يكبروا كل واحد هيعرف ألوانه المفضلة وهيختار هدومه بنفسه. وكمان بعيدي عن اللعب المتشابهة، وهي تبقى فرصة يبقى في تنويع أكتر في الألعاب. وطبعاً مش لازم نخليهم يلعبوا نفس الرياضة أو يمارسوا نفس الأنشطة، وبكده هتقدري تساعديهم على تأكيد ثقتهم في نفسهم، لأن كل واحد فيهم ليه اهتمامات وهوايات مختلفة عن التاني، ولأنهم اتنين كل واحد فيهم محتاج منك اهتمام ليه لوحده بشكل منفصل عن الأخ التاني. ادي لكل واحد فيهم وقت مستقل معاكي بعيد عن أخوه. وكمان في المدرسة مش لازم يبقوا في نفس الفصل، كل واحد فيهم محتاج يبقى ليه أصحابه وحكاياته المنفصلة عن أخوه، ده غير إن ده هيمنع وجود مقارنة بينهم. وقبل أي حاجة لازم تخلي بالك إنهم أشخاص منفصلين، تجنبي المقارنات بينهم لأنهم مش مطلوب منهم يبقوا متطابقين في الشخصية، حتى ولو تطابقوا في الشكل. التوأم نعمة كبيرة لأي أم، وعشان كده هم محتاجين منك رعاية خاصة ومجهود أكبر.